للأسف الشديد يوم الأحد الفارط في حدود الساعة 3 والربع مساء تلقى مركز حراسة الشواطئ بشاطئ رشقون 1 بلدية ودائرة بني صاف إعلان من طرف مواطن حول غرق وفقدان شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة ينحدر من ولاية تلمسان. تم على إثرها مباشرة تسخير إمكانيات مادية وبشرية جد معتبرة تتمثل في 20 غطاس محترف بالإضافة إلى 4 زوارق مطاطية للإنقاذ. عملية البحث لا تزال متواصلة إلى غاية يومنا هذا. عمليات البحث متواصلة يوميا إلى ساعات متأخرة من الليل، وإن شاء الله ستبقى الجهود أو المجهودات متواصلة إلى غاية العثور على الضحية.